غير مسبوق لكل قطاعات الدولة وطبعا ضيوف من خارج مصر من كل الجهات، عشان الموضوع مهم جدا، وعشان ايضا الاهتمام العالمي بالقضية السكانية على مستوى كبير في الفترة الأخيرة. طبعا احنا على مدار 3 ايام ان شاء الله، النهاردة وبكرة وبعده، هيكون في جلسات نقاشية من خبراء ومتخصصين من كافة جهات العالم، الجهات الدولية كلها متواجدة المعنية بقطاع السكان والصحة بشكل عام، حضور من كافة الدول في الإقليم وفي العالم. لسه جايين من جلسة هامة عالم اسمها الهيلث ديبلوماسي أو دبلوماسية الصحة، ورايحين على عرض الاستراتيجية الوطنية أو استراتيجية وزارة الصحة والسكان لمناقشة مع كافة الجهات في خلال دقائق من دلوقتي. يمكن النهاردة اليوم الثاني، وده هيبقى فيه نوع من أنواع الجلسات المتخصصة اللي ليها علاقة بالصحة والسكان والتنمية مع بعض، وفي نوع من أنواع اللقاء بين الخبراء من دول مختلفة، كل دولة عندها خبراتها الخاصة بالسكان والصحة والتنمية، فكل واحد بيقول خبراته إيه، ما تم من تجارب عندهم في هذه الدول، كيفية الاستفادة منها، إيه نقاط الضعف وإيه نقاط القوة. يمكن النهاردة السيشن كانت فيه حاجة عن الحوكمة، في النهاردة برضو حاجة عن المتغيرات الديموغرافية بالنسبة للعائد الديموغرافي من الشباب، فده برضو هيتم مناقشته. كل الحاجات دي مهمة جدا للخروج بتجارب أو بخلاصات التجارب اللي هي نجحت في الدول الأخرى وتطبيقها في مصر عندنا. كان التركيز في هذه المحاور على الاستخدام الأمثل للمياه بحيث يضمن وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، سواء من خلال الإنتاج وخلال التخزين، وأيضا محاولة إنتاج غذاء صحي بحيث تكون تأثيره إيجابي في تحسين الصحة العامة. أيضا تم مناقشة دور التجارة والصناعة في إنتاج الغذاء الصحي للحد من مشاكل السمنة والأمراض المزمنة. أنا جاي من الأردن وطرحت بعض القضايا المرتبطة بالموضوع الخاص بالأردن فيما يتعلق بالسكان والتنمية والبيئة والصحة والمياه، وتبادلنا العديد من الأفكار، وأعتقد بأنه مع أنه بالبداية بعض الخبراء بيعتقدوا بأنه مصر تعاني من أزمة سكانية، إلا أنه الأزمة تكاد تكون عامة في أماكن كثيرة وخاصة في منطقتنا. يعني إحنا اتكلمنا في 3 نقاط مهمة جدا، وهي أول حاجة تأثير التغيرات المناخية على الصحة، سواء صحة الأسرة عامة كأسرة كاملة يعني، وركزنا أكتر على الفئات الأكثر المهمشة أو الفئات الأكثر تأثيرا، وهي بالذات السيدات والبنات والأطفال. تاني نقطة اتكلمنا على الاستراتيجيات المختلفة اللي بتتبعها الهيئات المختلفة لمواجهة التغيرات المناخية وأخطارها. وثالث نقطة كلمنا عليها مهمة جدا، وهي المبادرات المجتمعية اللي المفروض ان احنا نقوم بها لمواجهة التغيرات المناخية. اعتقد انه من الممتاز ان تقود الحكومة المصرية مثل هذه الحملة وهذا المؤتمر، وخصوصا ان هذا الموضوع يمس المجتمع بشكل مباشر ويحدد كيفية التعامل مع المستقبل وكيفية انشاء عائلة سعيدة وآلية التعايش مع الأزواج والزوجات وخلق بيئة آمنة للأطفال. وهذا المؤتمر يسمح لأصحاب الخبرات والمسؤولين في هذا الملف أن يتقابلوا ويتبادلوا الخبرات ويتعلموا من بعضهم البعض، وهذا يساعد على خلق استراتيجيات جديدة لتطوير صحة السكان والأطفال والعائلات بشكل عام، ليس في مصر فقط بل حول العالم. يعتبر المؤتمر واحدا من أهم المؤتمرات التي تحدث الآن ليس في مصر فقط بل في العالم، ونحن سعداء بأن الحكومة المصرية تدعم ذلك الموضوع. كان شرفا لي التواجد في هذا المؤتمر الهام، وأخذت الفرصة للتحدث على المنصة حول الأمن الغذائي والمائي والصحة والسكان والديموغرافية، وأردت أن أوضح أن الحكومة المصرية قادت مفاوضات المناخ العام الماضي في كوب 27، وكان هذا بعد استضافة بريطانيا لكوب 26، وبسبب هذا وذلك
ذلك فقد أبرمت الحكومتان عددا من الشراكات والاتفاقيات للعمل على التغيرات المناخية، ومن أهمها مبادرة المناخ والتغذية واتحاد التحول الفعلي للمناخ والصحة، وكان هذا المؤتمر فرصة للنقاش حول هذه الملفات.